مرحبا بكم. التسوق عبر الإنترنت له فوائد كثيرة وخاصة في الفترة الأخيرة، لكنه أيضا به مجازفة قد يرسل لك أشياء لم تتوقعها أبدا. جمعنا لكم في هذا الفيديو 20 شخصا ندموا على تسوقهم عبر الإنترنت، ولكن أول مشاهدين الكرام دعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أثناء استعدادك لقدوم الشتاء ربما ترغب بشراء معطفا ثقيلا، هذا أيضا ما فعلته تلك المرأة وطلبت معطفا عبر الإنترنت، ولكن عندما ارتدته أصبحت كالتي ترتدي زي الدب. ترغب بطلب الزواج من حبيبتك وترى خاتما على الإنترنت فيعجبك وتطلبه، ولكن هذا ما يصل إليك، خاتما لا يرتدي سوى طفل رضيع. شراء الأشياء الثقيلة والضخمة عبر الإنترنت هو أمر منطقي يحميك من إجراءات النقل المكلفة، هذا ما فعله هذا الرجل بعد أن قام بشراء شاشة تلفاز، أو بالأصح كما كان يعتقد قبل أن يفتح الصندوق، وهذا ما وجده داخل الصندوق. الملابس عبر مواقع التسوق عبر الإنترنت دائما ما تبدو أنيقة ورائعة، أليس كذلك؟ لا تخدعك المظاهر، فإن طلبت ملابس لونها أخضرا زاهيا وما وصل إليك ليس سوى مثل كيس القمام الأخضر ستحزن بالطبع. الجو حار للغاية وتريد شراء حوض سباحة قابل للنفخ، إن كنت سوف تشتري عبر الإنترنت فانظر جيدا لحجمه، وإلا سوف يصل إليك ما لا يتسع حتى لقدميك. الورود المعروضة على مواقع التسوق على الإنترنت تبدو رائعة للغاية، ولكن إن أردت إرسالها لشخص ما عليك التأكد من عدد الورود المكتوب بالأسفل، فربما لا ترسل له سوى باقة من الأعشاب. لا يمكن التحدث عن التسوق عبر الإنترنت ولا نذكر الطعام، تلك البيزا المعروضة تبدو شهية، أليس كذلك؟ إذن استعد لاستقبال واحدة أخرى غير التي طلبتها تماما. وعلى ذكر الطعام فالأكثر خطورة هي الحلوى والتورتة كالذي حدث مع تلك الأم. طلبت تورتة رائعة من أجل عيد ميلاد ابنتها، ولكنها صدمت عندما رأتها في الطبيعة. هذه التورتة أيضا التي على شكل صورة الشخصية الكرتونية إلسا، لكنها على الطبيعة تشبه الحصان. يعد إهداء شخصا ما تحبه وسادة عليها وجهك هدية رائعة يمكنك النوم وأنت محتضنها، ولكن احذر من شراؤها عبر الإنترنت فربما يتحول الأمر من فعل رومانسي إلى كابوس مزعج. وعلى ذكر الوسادة احذر أيضا من شراء وسادة الباندا، فربما لا تصل إليك سوى لعبة صغيرة تعلقها بسيارتك، وفي حالة طلبك للوسادة على هيئة سمكة لا تستغرب إن كانت في حجم يديك. ربما يسهل الإنترنت عملية حجز الفندق، ولكن انتبه للصور المعروضة، قد يبدو حوض السباحة في الصورة كبير ورائع وهو في الحقيقة لا يتسع لشخص واحد. فقد تخيل تقومي بطلب فستان زفافك عبر الإنترنت ويكون الفرق بين ما طلبتي وما يصل إليك كما ترين، حتى اللون ليس مطابقا، أو تطلبي فستانا لحضور زفاف صديقتك ويكون الفرق كما تشاهدين أيضا. ماذا تفعل لو أردت تغيير سجادة منزلك وطلبت واحدة من موقع التسوق عبر الإنترنت ولكن هذا ما وصل إليك؟ انتبه لسعر ما تطلبه عند التسوق عبر الإنترنت، فإن كان رخيص الثمن بالتأكيد به عيب ما، لأنه قد تتوقع أنه سوف يصلك كرسي كبير تجلس عليه بأريحية، أما في الحقيقة ما هو سوى لعبة صغيرة. قلنا لك انتبه للسعر من قبل، ربما تنتظر ميزانا ويأتي إليك شيئا صغيرا لا يصلح للعب، أو قد تطلب طبقا عاديا ويأتيك واحدا بحجم الإصبع. ابتعد عن الشراء عبر الإنترنت خاصة فيما يخص العناية بالبشرة، فكما ترين تلك السيدة طلبت مسكا مطاطيا للوجه، كانت النتيجة هكذا. قد ترغبين في قضاء ليلة مريحة، ولكن ما يصل إلى المنزل كما ترين تشبه كثيرا سمارة التي بفيلم الرعب. التسوق عبر موقع علي بابا الصيني يعد الأكثر خطرا على الإطلاق، هذا الرجل اشترى كيس ملاكمة ومع أول لكمة تحطم ليخرج منه قمامة كثيرة كما ترون. الجميع يشتري شجرة الكريسماس في رأس السنة، ولكن إلى أي مدى يصل خطورة شراؤها عبر الإنترنت هكذا كما ترون؟ تعد تلك الأسوأ على الإطلاق، هذا الرجل الذي اشترى مقعدا ذو ذراعين من خلال الإنترنت، ولكن عندما وصل الطلب إلى المنزل كانت الصدمة، نعم كان سيئا تماما كما ترون. لنذكر الآن الأحذية، ينتشر بائع الأحذية خاصة على موقع إنستغرام، فعليكم الانتباه جيدا، فبينما تنتظرون حذاء طبيعيا يأتيكم آخر مختلف تماما وسيء جدا، أو يكون الحذاء خاليا من العيوب
ولكن يملأه بأشياء مختلفة غريبة مثل قماش قديم بدلا من الورق. الأسوأ هذا الحذاء الذي اتضح أنه مجرد حذاء لعبة. تلك المرأة تخيلت أنها تشتري غطاء خياليا، ولكن أصابتها الصدمة من الأحبال التي أرسلت إليها. يمكنك توقع مدى خيبة أملها التي تظهر على وجهها. هذا الرجل خدع من شراء تلك الملابس الرياضية، حيث اكتشف بعد الشراء أنها ملابس نسائية. مشاهدين الكرام، وصلنا لنهاية الفيديو. هل حدث لكم مثل تلك المواقف عند التسوق عبر الإنترنت؟ يمكنكم الإجابة في قسم التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.